ويعلم القطاع أيضا على تخصيص مناصب المالية الشاغرة سنويا بسبب الإحالة على التقاعد لفائدة توظيف أساتذة مساعدين جدد. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية توظيف فئة حاملي الماجستير والدكتوراه ستدعم في أجل قريبة برسم السنة المالية 2021 بعد تخصيص 2800 منصب مالي جدد حاصل للقطاع بشأنه على موافقة مبدئية في انتظار تبليغه برسبة رسمية. إن مراجعة مقاييس التوظيف وشروط الانتقاء والأولويات التي ينبغي أن تستند إليها بما فيها ذلك مسألة الأساتذة المؤقتين هي محل دراسة حالية على مستوى القطاع، وذلك في خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس شهادات الالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم بلف، حيث سيحال المشروع بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية بين مختلف الأطراف المعنية للأسرة الجامعية والعلمية إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة إجراءات اعتماد والموافقة عليه.